مرحبا عائلة سيامندوشات، كيفكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. شاد الله حاليا قاعدة بالمطبخ، ما بعرف شو عم بتعمل. خلينا نروح لعندها ونشوفها شو رح تطبخ لنا اليوم. نزعجة؟ مين قال لك بدي ازعجك؟ جاي اسالك شو رح تطبخينا اليوم. اول شيء حقول لك صباح الخير سيامندو. صباح النور. عن حال صباح النور. صايم التعبان اللي ما بيحكي. اللي ما بتحكى وما حدا يقرب علي مشان الله تركوني بحالي. هي دائما الرجال هيك، شوف نحن النساء هيك عندنا صبر مو طبيعي، بس خوية. الرجال بس يجوع خلص. ما شاء النساء قويات سبحان الله. طبعا. طيب اوكي، شو رح تطبخينا اليوم؟ كنا عم تتمسخر. لا ما عم بتمسخر. اليوم رح اطبخ شيء كثير طيب. شوف اليوم شو طالع. يا سلام. لا هون الشكل موجود، هون انا شايفه هلا. سيامان ما بيعرف شو اكيد رح يكون شيء طيب كثير. بتعرف؟ لا. كبسه شو؟ كبسه دجاج. كبسه دجاج يا سلام. هي كبسه الدجاج السعودية، بس انا شوي رح اضيف هي لمساتي. لازم لازم شاهد تضيف لمساتها وشو وتخرب الاكلة. لا انه تعطي نكهة طيبة للاكلة. شو شايلة بإيدي؟ لا انا مشان هيك غيرت كلامي. لازم نروح نجيب رز. ما في رز. شوف في بس هاد ما قلنا شو نقول لهم يا جماعة شوفوا في حدا بحط الصوفة بهالشكل هذا. ما قلنا لهم لأني صارت مشكلة. مثل ما بتعرفوا دائما هاي المنطقة فاضية زاعجة شهاد، وزعجتكم لكم كمان. الكل بيقول عبوا هالمنطقة، فاني كمان بقول ليش ما بتعبوا هالمنطقة. فشاهد شو قررت؟ شاهد قررت تجيب هالصوفة شكلها حلو كتير وتحطها هون وتحط جنبها زرعة وتحط جنبها كم شغلة كم قصة حتى هذا المكان يمتلأ ويصير شكله حلو. فشو صار؟ احكي لهم حبيبة قلبي. اجت الصوفة. لك اوف اوف على حظك. اوف ليش هيك دائما حظك؟ هاي الصوفة اجت هيك. اول شيء رجل مكسورة. ثاني شيء رجل مفقودة. ثالث شيء شوفوا من هون. من هون هدول مو رمضان الدنيا، العمال شايلينا وكرهانين حياتهم، فشوفوا ضاربينا من هون. فنحن هلا على اساس عم نرجع، فمشان هيك ما شلنا لا الكياس ولا شوفوا نسع فكيناها طلعت هيك عفناها هيك انها لبين ما تجي. عم بتصل عليهم عم بتخانق معهم وما عم بدها معامله. يلا انزلي انزلي بلا ما اشحطك. انزلي عامله كثار. اوكي رحنا جبنا شو اسمه الرز. اول مره انه نطلع بدون ما نشتري سوبر ماركت كله، جايين مشان الرز. نحن عندنا هدف كنا جايين نعمله وعملناه. يس يعني. عم تتعب؟ بتعرفوا شو سيامان صاير ما بيتسحر عن جد. ما بعرف غلط يا جماعه الانسان ما يتسحر، وصلي فتره ما عم بتسحر فيومي كله بيكون تعب، فمشان هيك ما بعرف شو عم بصير. بقول له تسحر دائما لحالي وهو ما بيتسحر. ما شو بيصير؟ بيقول لي شو شبعان. باكل على الافطار بكميه مو طبيعيه، باكل لبين ما بطني بتوجعني. فبيصل لليل ونص عمالي مهضم، فمشان هيك ما بقدر اتسحر. شو عم تعملي حبيبتي؟ اوكي هلا عم بحط ثوم، طبعا لازم نحط لها. كترتي ثوم كاني؟ نحط لها بصل كمان بس نحن بنحطها هي المره. هون عندي بندورة مبروشة وفلفل مقطع. لا رح تشوف الروائح اللي انت ما شميتها بحياتك. شامم روائح طيبة من هلا. لسه ما شفت شيء. شوف شايف هدول البهارات كله، هدول كله. اوكي هلا حمرنا البندورة والفلفل، هلا رح احط ملعقة صغيرة من كل البهارات الموجودة عندي هون. بابريكا احمر، طبعا هي مو حار، هاد بابريكا حلوة. ملعقة كاري، ملعقة كركم حتى تطلع الكبسة لونها أصفر، وملعقة كاملة بهار مشكل، كمان ملعقة صغيرة كمون، ورشة فلفل أسود. فنان على فكرة. أنا بعرف أطبخ بس أنت الوحيدة مفكر شو إنه ما بعرف أطبخ. قرفة. يس بس هاي ما حنحط وحدة كاملة، حطي قليل حبيبي أنا ما بحب شغلات هيك. راح نحط ورق غار حتى يعرف تعمل الاكل، بعدين نقلب كل شيء مع بعض. هلا رح تشم ارياح في حياتك. لا فعلا يا جماعه ما بعرف عم بحس عم تجي ريحه لحمه عن جد؟ والله العظيم. هلا رح احط اللمسه تبعي اللي هي الماجي. انا الماجي لازم احطه بكل شيء، ما بعرف ليش يعني بحسه بيطيب. بحس الماجي بيعطي نكهه طيبه لكل الاكل فعلا، ان كانت شوربه ولا رز ولا اكلات ثانيه. اذا ما فيها ماجي بحس الاكله ما لها طعمه. احط مكعب واحد بس، يعني احنا اوريدي حاطين كثير بهارات. رح احط دجاج رح تعطي طعم الدجاج، فما في داعي. رح نجيب الدجاجه، طبعا انا غسلتها كثير منيح، ونحطها وين؟
نص الفرن اللي عملناه. اوه طيب عندي فكره، ليش ما طلعتي هذا الصوص اللي انت عملتيه دهنتيه بالدجاجه وحطيتيه بالفرن بعدين هيك عامل الخطوه؟ اوكي خليها شوي تتحمر وبعدين رح اقلبه وبعدين نحط مي. قلبت الدجاجه بعد ما تحمرت هي الجهه، هلا عم تتحمر الجهه اللي جوا، هلا بحط مي. ما بتتصوروا يا جماعه، ما بتتصوروا الريحه كيف. عجبتك الوصفه؟ الوصفه بتجنن. خلي شوف كل شيء يغلي مع بعض، بعدين بس تستوي الدجاجه نطالع، بعدين اعمل خلطه ثانيه واحطها يا من الخلطات. انت حبيبة خلطات شهد. شايف هذا المي اللي راح هلا يصير فيه طعم الدجاج وكل شيء كل شيء، هذا المي راح نحط فوق الرز. جود مورنينج جود مورنينج يا ام دمعه. شوفوا الدموع، ما بعرف ليش هذا ابنك بسرعه بيبكي، ما بعرف ليش. انا نزلته كان عم بيبكي بس شاف شهد ابتسم. ماما سو هي سي مامي. خليني افرجيكم شو لازقين هون. هي ميرا من مدرسه كانت عم تعمل اكتيفيتي، عم بفكر هيك اجيب صور كثير واملي الثلاجه كلها صور ميرا هي وبالمدرسه وعم تعمل اكتيفيتيز. بتقولوا سيامند ما بيساعدك بالمطبخ؟ ضلوا هيك احكوا، ضلوا هيك احكوا. شوفوا حيعمل لي حيعمل هلا دجاجيك ما بيتاكل، قصدي دجاجيك بيجنن. هون الدجاجه عم تغلي، عم استنى تستوي، ما ضل تقريبا بس ربع ساعة بدها، بعدين بنضيف الرز. طبعا انتو شفتوا طالعة كنت السمبوسة بالاول، بس قررت خلص انلغت الفكرة. ليش؟ مو مقرر كمان كنت شو اسمه؟ كمان كنت مفكرة اعمل شوربة بس كمان التغت الفكرة. خلص الغي شو اسمه الكبسة كمان. رح الغي الكبسة. لا بس تعرف ليش؟ لان احنا كثير عم نعمل اكل وهيك بالاخير ما بناكل. لا هلا سمبوسة بنفكر انه رح ناكل الدنيا كلها، بس بعدين بس هيك ناكل من طبق واحد وخلص نترك الباقي. ما ولا صح ولا لا؟ الله اوكي كمان بياكل مثل العصفور وانا كمان نفس الشيء. جود مورنينج يا ماما. جود مورنينج، هي جود مورنينج بالنسبة لميرا لاني هلا فقت من النوم. جود مورنينج. رح نعمل الصلصة، يعني الدجاجة هلا استوت فرح نعمل هي الصلصة مشان هيك بس نمسحها بال بالدجاجة؟ ايه بنمسحها بالدجاجة وندخلها الفرن. اخذ معجون and زيت الزيتون، رشة ليمون، رشة ليمون. لازم الليمون هذا لازم يكون موجود بكل شيء بحياتنا، بكل شيء حياتي انا بالذات، يعني احيانا بندهن حالنا ليمون وبننام. وبعدين ناخذ كركم شوي وكاري و هلا نخلط كل شيء مع بعض. بتذكر اول ما تجوزنا نحن انا وياها شد كنا فاشلين بالطبخ وما بنعرف نطبخ، وبطلع هلا بشوف انه شد هي فنانه بالطبخ. انا وياها عم تجمع انه انا ما كنت اعرف اطبخ كمان حبيبي ابدا، هلا كمان ما بعرف اطبخ، بس انه شو انه لازم ادمج حالي معك. شباك لك شباك لك شباك هيك تجي. ما بطلع على شهد هلا بقول سبحان الله سبحان المغير. شهد هلا فنانة، من قبل ما كانت تعرف تقلي بيضة. ما بعرف اعمل اي شيء. كيف هيك طيب؟ كيف؟ كان اكلي. اوكي هلا عندي هون رز منقوع صار له تقريبا نص ساعة من المنقوع، هلا رح نحطه وين؟ على مي الدجاجة. يس. بسم الله. واو. هلا هذا المي كله طعم طعم فظيع، يعني مع بهارات. بتعرفي انا شبعت من الروائح الطيبه، انا رح استناه يغلي وبس يعمل هي النقاط بغطي عليه. بق 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 بق. يس بس يعمل النقاط بغطي عليه وبعدين اوطي النار وخليه يستوي على راحته. اوكي هذا الصوص سويته شهد، شو رح تعمل؟ رح تدهنه على الدجاجه وبعدين نحطه بالفرن. يس سيامات صار له ساعه عم يتوسل فيني هو بده يعمل هي الخطوه. اقلب الدجاجه ونعمل الجهه. يسلموا دياتك، لك يسلموا دياتك، الله لا يحرمني من الوش العسل والديات اللي بجننوا. حاسس جبتني؟ استاذ لاني عم اعمل لك اكل لمصلحتي. لا معقول. شوف الجوع شو بيعمل؟ يذل الواحد. شو هاد؟ شو هاللبس الحلو؟ ميرا لبسناها عنه. ماسكه بنطلون عم تفتل بالبيت كله، تعي لبسك اياها، تعي. تعي يا عمري تعي جيتك جيتك. يا سلام سيامات بالاخير هو اللي دهن الدجاجة. هلا ادخلها الفرن وهون الرز رح يصير بعد شوي، هلا قريبا رح يطلعوا هدول النقط بعدين بغطي عليه. وشو دجاجيك صار جاهز؟ جاهز خيار بلبن جاهز صار. سمبوسك لغنى، سمبوسة لغنى.
ليش هيك حزين؟ شوفوا يا جماعة آدم شو لابس، غيرنا له لبسه، لبسنا له ميكي ماوس. شوفوا ميكي ماوس آدم، لا بجد انه شكله بتغير لما بنحط له قبعة. طلعوا بس نشيل القبعة انه بصير احلى شوي، انه بس نشيل القبعة ادانيه ما بعرف كيف. سمحت ابني حلو من معه، هو بجنن حبيبي، بس انه ادانيه شوي بدهم تصليحات. شو يا قلبي؟ يا مان بيوصل انه ادانين ادم كبار، مو كبار انه واقفين هيك ما بعرف كيف عاملين. انت بتعرف ليش؟ لانه هو هيك بينام فادانه هيك بتصير تنطعج، فمشان هيك يضلوا على نفس المستوى. سي يا بابا، سوى الزمال كله. شوف 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 هاي اللمسة اللي راح اعملها. شكرا. حاعطيكم سر المهنة. اوكي، هاي الحركة لازم تعملوها مع الدجاج المشوي. اخذت شوي من مية اللي سلقناها بالرز. اوكي. ومعه هاي هلا هو معه شو اسمه بهارات والزيت وكل شيء. باخذ شوي بالفرشة وبدهنه حتى يعطيه هيك لمعة ونكهة. شوف 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 كيف هيك لونه تغير، صار شكله هلا بشهي اكثر. شوف شو جبت هون صيني. لا كثير انه كثير شاد، عايشه اجواء انه كبسه. مناسبه للكبسه. شوف شوف الرز شم الريحه. شوف شامم 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 شامم. سمي بالله، بسم الله. يا سلام. سلم دياتك ان شاء الله، الله لا يحرمنا من اكلاتك الطيبه، قولي امين. شوف شوف هلا تش 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 تش. انا ما كتر زيت لانه اوريدي بالكبسه كثير زيت. اللمسه الاخيره. يا سلام. اول حبيبتي مو طباخه ماهره. لا فنانه فنانه. شوفوا شيف، واو، هي الكبسه السعوديه. ما فيك تتهربي هلا. اوكي كملي كملي. وانت بعدك صار والسهر نعطي سفرا ناخذ اجرا والله يرانا ويسمعنا. ايش هالضحكه؟ بلشنا نخبص. يا سلام. كنت عم اتفرج على سيمبا وكثير كسرت فيه، خليني اغني منه. شايف لما بيعمل هيك لسيمبا؟ اوكي. شايف لما بيعمل هيك؟ ممنوع تتفرج على افلام كرتون انت. لا 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 يا قلبي. شو بس حال. بتمزح؟ لا يا عمري. لا 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 يا حبيبي لا. ليش ليش؟ ماما عم بتغني. سيسان بغني له رمضان. شو انا لا 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 لك ما في سي. ماما عم بتغني لك. ليش صرتي حزينه يا ماما؟ يا جماعه اليوم شو اكتشفنا؟ اكتشفنا انه ادم شو حساس. حساسه مثل ماما. روح بابا حساس. لمين طالع؟ لابوه اكيد. انا ابوه. انت ما خصك الاحاسيس ابدا. اطلعي لبرا انت. اطلعي لبرا. تعالي لعند ماما خليها تغني لك غنيه انت كمان. تعالي 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 تعالي. بتعرف شو بدي اروح؟ نجيب جبنه ونعمل قطايف. قطايف يا جماعه شهد تعمل قطايف مو طبيعيين. احكي لهم. شو بدي احكي لهم؟ شو بدي احكي لكم عن النكهه؟ شو بدي احكي لكم عن الخبره؟ خلص حاج الفيديوهات كله مجاملات. حاج مليت. مو مجامل بجد. انت ما بتعملي قطايف طيبين؟ بتعمل قطايف بالجبنه، بتعمل قطايف بالمكسرات. هي يعني عم صفر. نو عملت هجوم. ليش شو رفضت ضحك؟ شو 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 تضحك بس تشوفني وضحك. ميرا ميرا. اوكي يا جماعة هيك وصلنا معكم لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الطبخة اللي طبختها شهد. كانت طيبة كثير. كانت طيبة. شوفوا الفخر.
شوفوا لما واحد يطلع في شاد الثقة والفخر كله هيك طالع. اوكي خلاص ان شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وكمان لا تنسوا تفتروا فيديو لايكات. شوفكم فيديو جاي، يلا باي.